تقريبا في نفس اليوم بالليل كلمني حد من الشركه كان استاذ عمرو وحددنا ميعاد صيانه وفعلا جم وعملوا كل حاجه بصراحه مفيش حاجه سابقه. بريكومند اي حد عنده مشكله معاهم يكلمهم وهم هيتابعوا معايا وهيحلوا له المشكله. هم بصراحه يعني عند كلمتهم لما قالوا لي هنيجي وهم جم ولما قالوا لي هنعمل كل حاجه عملوها بصراحه. على طول الفيديو تواصلت معايا وخلال يومين جم صلحوا الحاجه المره دي لا كان في سرعه وجم على طول فعلا. احكي لي كده البروسس ماشيه ازاي؟ هي الاوضه تخص بنتي اتصلت مع الشركه يعني خدوا منها الشكوى وتنفذت على طول بصراحه الاماكن الجديده اللي هم عاملينها دي وعشان كده احنا اخترنا ارت هاوس ان احنا نشتغل منها. لا تمام جم وكل حاجه تمام الحمد لله. طب ايه رايك في الصيانه الناس؟ لا كله زي الفل تسلم يا انا بابي يعني طلبت من اول امبارح طلبت فيه عندي بعض الملاحظات في وانا شارع عندكم بقالي اكتر من 3 سنين مثلا طلبت بعض الملاحظات وجم الناس بصراحه واشتغلوا على طول وما جابوش ما تاخروش يعني فنفس الشغل او نفس الكفاءه اللي موجوده في التصميم والديزاين هي نفسها برده الجوده والدقه في الاداء وخدمه بعد البيع برده كمان ممتازه. لو انت من عملائنا الكرام وعاوز طلب صيانه دوس على اللينك على الفيديو وسجل بياناتك او كلمنا على 19537 علشان يوصل لك أسرع فريق صيانة في مصر. آرت هاوس حلمك يكمل.